فركس في دار للإيجار، مشيت للسمسار قال لي عندي دار فارغة تحقيق، أما هاون قلك من توا راي مسكونة. مسكونة مسكونة، وباش عرفت اللي هي مسكونة قال لي ما هو بالسكان اللي كانوا قبل. اي طبيعي مادام هما كانوا ساكنين قبل. هيا هي كانت مسكونة بلي قبل. وكيف هي مسكونة علاش تقولوا فارغ؟ قال لي ما هو هي مسكونة، اما كيف سكانها جاوا ولقاوها مسكونة ولاو وقتها خرجوا وخلاها فارغ. ما علاش حطيناها للكراب؟ قال لي ما هما ما ليهاش قالوا بالك هي توا مسكونه على خاطرها فارغه، بالك كيف تتسكن تولي ما عادش مسكونه. عاد انا قلت له هذوما السكان هذوما ما تنجموش تلقاو معاهم حل بالحسنى تخرجوهم؟ قال لي يا ولدي يسمعوك، شكون ينجم يكلمهم ولا يقرم؟ علاه ما سماش قانون في البلاد؟ قال لي انا قانون متاعك يا ولدي، انا قانون هذه امور جايه من فوق، انا فوق متاعك. قلت له يستحيل في بالي انا في بقعتهم نكتب. قال لي حتى انت زاده، هما كتبوا شويه، هما قراوا شويه، هما بخروا شويه، هما عزموا شويه. تسمع في حد الداخل؟ قلت له ماني نسمع في حد شيء، انا نسمع كان في صوت الواجب ينادي فيا. هذا صوت الواجب نتاعي ينادي. هيك هو خليت السمسار يكمل في حديثه ومشيت طول الدار الكوميسار. دقيت خرج واحد قال لي لا الكوميسار مش هوني، الكوميسار في الدار تاع الكوميسار. قلت ما تنجمش تنعتني على أدريسة دار الكوميسار؟ قال لي لا يا شيخ ما نجمش، الكوميسار منبه علينا، قال اللي يحب يجي في الخدمة معليه كان يمشي له دار الكوميسار. وزيد هو شوية حزار على الدار. صار الكوميسار الدار متاعهم سكنها في الدار متاع الكوميسار. ملا دار الكوميسار شكون سكن فيها؟ قال لي ما سكن فيها حد. به ملا علاش ما تكريواش؟ قال لي لا يا ساق كيفاش ما نجموش كي هذه امور من فوق، انا فوق. قلت لي مش مسكونه. اي مش مسكونه داكورد، وما معبي هذا ولد الدار. راسي دار انا مره دار فارغه اما مسكونه، ومره لا مش مسكونه اما معبي هذا ولد الدار. انا يظهر لي ما عادش لا متاع سمسار لا متاع كوميسار، يظهر لي يلزمني خير نشب طول الفريق خزنة دار. غادي على الأقل ثم سبيطار.